قال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى إن جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية ولذوي الإعاقة تحت شعار لنغرس بسمة تأتي دعما للشباب في مختلف الفئات، وذلك بما يتناسب مع النهضة الشاملة التي تحققت عبر المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ويأتي انطلاق الجائزة ضمن سلسلة من المبادرات الكريمة التي يطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في دعم فئة الشباب. وقال سموه إن حصول مملكة البحرين على شهادة محايدة كأفضل بلد عربي يقدم فرصا مستقبلية للشباب جاء تأكيدا على ما يشهده القطاع الشبابي من اهتمام فائق نظير تحت رعاية كريمة من قبل جلالة الملك. وأكد سموه أن المسرح يعد منصة هامة في تطور الحراك الثقافي والفني والمسرحي بالمملكة. وقال سموه أنه من منطلق الإيمان بالدور الشبابي في الحركة المسرحية فقد جاءت فكرة إطلاق هذه الجائزة والتي تهدف لرعاية ودعم المواهب والطاقات الشبابية في المجال المسرحي وهو إحدى ركائز العمل الفني. وكان سموه قد وجه لاستمرار الجائزة للسنة الثانية على التوالي وذلك تحت شعار لنغرس بسمة خلال شهر نوفمبر القادم. وأضاف سموه أن الدعوة توجهت كذلك لإخواننا من فئة ذوي الإعاقة وذلك عبر اعتماد مشاركة فرق المؤسسات والجمعيات التي ترعى هذه الفئة. وقال سموه أن وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة السيد هشام بن محمد الجودر تعتبر شريكا أساسيا في نجاح الحدث الفني الشبابي. وأثنى سمو الشيخ خالد بن حمد على الجهود المبذولة من قبل اللجان العاملة والمتطوعين لإبراز وإنجاح هذا التجمع الفني متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين لتقديم أفضل العروض الفنية وذلك بالشكل الذي يعكس تميز العمل المسرحي البحريني والذي يقوده شباب مبدعون. وأشار سموه إلى تقديره الكامل للمشاركة الكبيرة خلال هذه النسخة مبينا أن تزايد العدد المشارك من قبل الأندية الوطنية والمراكز الشبابية يعكس مدى الاهتمام الكبير للشباب البحريني بالمجال الفني.